بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه النهارده هنبدا الحلقه الثالثه من سلسله اعداد المهندس المحترف في مجال مكافحه الحشرات. الحقيقه جالي اسئله كتيره جدا عن ناس عاوزه تبدا تشتغل وتاسس شركه لكنها مش عارفه الشركه دي بتتكون من ايه من الداخل. تمام، في الحلقه دي ان شاء الله هشرح لهم ازاي تبدا تاسس شركه مكافحه الحشرات وايه هي الاقسام اللي بتكون داخل الشركه علشان تحقق لك الربح اللازم. تمام، ان شاء الله اول عضو في الشركة بتاعتك دي هتكون حضرتك بصفتك رئيس مجلس الادارة. تمام، هو المسؤول الاول والاخير عن الشركة وعن العاملين فيها بجميع فروعها وجميع اقسامها، رئيس مجلس الادارة. تمام، او يكون شريك ليك، يعني يكون معاك داخل معاك مهندس. تمام، هو هيكون رئيس مجلس الإدارة. تمام، بعد كده رئيس شؤون العاملين، لأن يعني طبعا هيكون في عمالة، فنيين، مهندسين، ماشي، تسويقيين في الشركة. فهو رئيس شؤون العاملين ده هيكون مسؤول عن الحضور والانصراف والإداريات كلها. تمام، المنصوص عليها. تمام، هيكون في مدير تنفيذي هو المسؤول عن المهندسين الجدد، عن الفنيين الجدد داخل الشركه، هيعلمهم ويدربهم، وهيكون مسؤول مسؤوليه مباشره قدام رئيس مجلس الاداره. تمام، في حاله حدوث اي خلل او حاله حدوث اي اتفاق جديد بينهم وبين العملاء في المواقع الجديده، ده هيكون طبعا ما بين رئيس مجلس الاداره والمدير التنفيذي في الشركه. تمام، طبعا هيكون تحت المدير التنفيذي مهندس تنفيذي اول والمشرف، مهندسين تنفيذيين وفنيين المكافحه. الطقم او الاطقم اللي هتكون خارجه من تحت المدير التنفيذي اللي هتبدا تشتغل في الاماكن المحدده ليهم في الشركه. طبعا عصب اي شركه مكافحه حشرات مدير تنفيذي ومدير تسويقي. مدير تنفيذي عشان يشتغل، مدير تسويقي علشان يجيب الاماكن اللي هيبدأ تحتها الشركة تبدأ تشتغل. تمام، المدير التسويقي هيكون طبعا شخص له خلفية كبيرة جدا في أساليب التسويق والحركة التسويقية، عارفها كويس جدا. تمام، ومتابع التغيير في الشارع المصري كويس، وهيكون تحت منه أطقم تسويقية هيدربهم وهيعلمهم ازاي فن التسويق وازاي يسوقوا وازاي يكون مهندس تسويقي شاطر داخل شركة لها كيان كبير جدا وبتحقق على ربحية. تمام، طبعا احنا بنقول يا جماعة المسوق الشاطر يعني شركة ناجحة. لو المسوق مش شاطر الشركة مش هتكبر، هتكون محلك سر. طبعا وسائل التسويق كتيرة جدا، منها التسويق المباشر اللي يكون عند العميل في مكانه مكان عمله، وفي جزء اخر بنسميه التسويق عبر الهاتف، اللي هو في شركات بتسميها تيلي ماركت. هو عبارة عن فتيات بجهاز اتصال بيبدأوا يتصلوا بالعملاء ويحددوا موعد. تمام، اما انه يشرح للعميل نشاط الشركة على التليفون، او بيبدأ يحدد معاه ان في مسؤول تسويقي من الشركة سيتجه لحضرتك ويبدأ يشرح لك انشطة الشركة. تمام، مدير الحسابات طبعا يا جماعه لازم يكون في كل شركات مدير حسابات علشان الماليات، مرتبات، تمام، وخلاف. طبعا عمود الفقري في الشركه امين المخزن، اللي هيكون فيه عهده المبيدات، عنده عهده الاجهزه، عنده عهده المعدات، عنده عهده الوسائل اللي بتؤمن للفني وللمهندس السلامة والصحة. ودي أهم حاجة لازم كل الشركات تراعيها، إن قبل الفني بتاعك والمهندس بتاعك ما يشتغلوا في الموقع لازم تأمنهم كويس جدا بمهام السلامة والوقاية من أخطار المبيدات. تمام،
كل شركة محترمة، كل شركة كبيرة، كل شركة ناجحة بيكون ليها معمل خاص بيها داخل الشركة، تمام، بتقيس فيه مدى صلاحية المبيد اللي هتشتغل بيه، المبيد دوت ناجح أو لأ، المبيد ده بيقضي على الحشرة في وقت قد إيه، تمام، المبيد ده بنبدأ نخلط معاه مبيدات تانية ولا لأ. حسب كل ده بيكون في مهندس مسؤول عن المعمل يكون شاطر جدا ومحترف علشان يخرج من الشركة ديت مبيد كويس جدا على كفاءة عالية علشان يسهل عمل المدير التنفيذي بالأطقم الفنية اللي تحت منه علشان كل ده يعود على الشركة بالربح. طبعا احنا بعد كده احنا كل بعد يعني عرفنا دلوقتي ازاي نأسس الشركة وايه هي الأقسام اللي المفروض تكون في الشركة، تمام، علشان الشركة دي تكون ناجحة.